الجامع الأزهر أسس عام 972 ميلادية ليكون مركز الدعوة الفاطمية في مصر وشمال إفريقيا. سمي بالأزهر نسبة إلى فاطمة الزهراء بنت النبي محمد وزوجة الإمام علي، وكانت الدراسة في الأزهر تركز على العلوم الدينية كالتفسير والفقه والحديث، وكذلك على العلوم اللغوية كالنحو والأدب والبلاغة. أصبح الأزهر جامعة بالمعنى الحديث في القرن العشرين، وكانت هذه الجامعة تتكون من كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية. وبعد عام 1961 أضيفت إليها كليات الطب والهندسة والعلوم والتجارة والدراسات الإنسانية. عصر النهضة، القرن 19. النهضة تعني الولادة من جديد، وعصر النهضة في العالم العربي بدأ مع بدايات القرن 19، وشهد حركات فكرية واسعة هدفت إلى تطوير الفكر والأدب واللغة. ومن مظاهر النهضة العربية انتشار الطباعة وظهور الصحافة وإنشاء المدارس والجامعات والاهتمام بالتراث العربي وظهور فنون أدبية جديدة لم تكن معروفة من قبل كالرواية والقصة القصيرة والمسرحية. أحمد أمين 1886 إلى 1954، مفكر ومؤرخ مصري عمل في المجمع العلمي العربي وكتب سلسلة من الكتب حول تاريخ الإسلام، منها فجر الإسلام وظهر الإسلام، ونشر عددا من المقالات في مجلتي الرسالة والثقافة. طه حسين 1889 إلى 1973، أديب مصري يعرف بعميد الأدب العربي، درس في الأزهر وفرنسا وحصل على أول شهادة دكتوراه تمنحها الجامعة المصرية، جامعة القاهرة الآن. عمل على نشر التعليم وأسس جامعتي الإسكندرية وعين شمس، كما كتب العديد من الدراسات الأدبية والروايات. ومن أشهر أعماله الأدبية الأيام، وهي قصة حياته. سعد زغلول وثورة 1919. في عام 1919 قامت في مصر ثورة ضد الاحتلال البريطاني، وطالبت باستقلال مصر وخروج الجيوش الأجنبية من البلاد، وقد عرفت بثورة 1919 مع أنها امتدت عدة سنوات قبل هذا التاريخ وبعده. وكان قائد هذه الثورة سعد زغلول باشا، الذي أخرجه البريطانيون من مصر عدة مرات ثم أعادوه إلى مصر أخيرا في سنة 1923. وقد انتهت هذه الثورة باعتراف الإنجليز باستقلال مصر وتأسيس حزب الوفد،
الذي ترأسه سعد زغلول. أمينة السعيد 1910 إلى 1995، كاتبة وصحفية مصرية من أول النساء اللواتي تخرجن من الجامعة في مصر، عينت رئيسة التحرير لمجلة حواء. عباس محمود العقاد 1889 إلى 1964، شاعر وكاتب وصحفي، كتب عددا كبيرا من الدراسات حول أعلام الإسلام، منها عبقرية محمد وعبقرية عمر، بالإضافة إلى عدة مجموعات شعرية. سهير القلماوي 1911 إلى 1997، من أوائل الأستاذات الجامعيات المصريات، حصلت على الدكتوراه في الأدب العربي وكتبت عدداً من الدراسات والأبحاث في الأدب العربي. مصطفى كامل 1874 إلى 1908، صحفي مصري من القاهرة، درس الحقوق في فرنسا وشرب روح الحرية هناك، ثم رجع إلى مصر بفكرة تحرير البلاد من الحكم الأجنبي، فأنشأ جريدة اللواء ودعا إلى الاستقلال.